احتفالية الدير جاست من الأحداث السنوية اللي بتشهدها القاهرة وبينطر العالم العربي أجمع، وخلالها بيتم تكريم المبدعين ومنحهم جوائز خاصة عن أعمالهم. وهالعام على قائمة الفائزين كان فيه عمرو دياب، محمد رمضان، أنغام، منى زكي، شيماء سيف، عمرو يوسف، وريهام عبد الغفور اللي غابوا عن الحفل، بالوقت اللي حضر كل من جمال سليمان وجمانة مراد وتكرموا عن مسلسل عملة نادرة، وإلهام شاهين اللي تكرمت عن ألفريدو. النهاردة جايزة عن مسلسل ألفريدو، شخصية سوسو، وأنا بعشق هذه السوسو، ويعني قلتها كذا مرة، قلت لهم أنا أول مرة شخصية لما يخلص تصوير أبقى بعيط عليها، أنا مش عايزها تخلص، أنا لسه عايزة أعيش سوسو، أنا لسه مش بعتش منها، أنا حبيتها قوي وحصل توحد شديد بيني وبينها، ومن أكتر الشخصيات اللي أنا استمتعت في أدائها، فمبسوطة النهاردة إن سوسو هي اللي بتاخد جايزة. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. خسارة الوزن كانت واضحة على إلهام شاهين بهالليلة، وأثناء لقاءها مع هايلايت كشفت السبب. أستاذة إلهام، فاجئتي الكل بخسارة وزن حضرتك، هل ده لدور معين ولا قررتي بقى اللي هو لوك جديد؟ لا، أدوار. إن شاء الله يعني لوك جديد وأدوار جديدة ومختلفة وأحلى، يعني الواحد يبقى أخف وأحسن. الممثلة والراقصة دينا أصرت على حضور احتفالية الدير جاست، وخلالها نفت كل الإشاعات اللي كانت انتشرت عنها مؤخراً، وخاصة اللي بتحكي عن ارتباطها بأحمد الفيشاوي. الحقيقة النهاردة إن مرور 20 سنة على الفيستيفال، وده يعني بقول لهم كونجراتيليشن إن شاء الله عقبال 100. عادل مش عادل، عمل ضجة كبيرة قوي لدينا، وقالوا إن دينا ارتبطت بأحمد الفيشاوي، يعني طلعت انتقادات كتير بقى وإشاعات كتير. والله بصي، الفاضي يعمل قاضي في البلد دي، يعني هو أنا عشان أمثل مع واحد لازم أتجوزه؟ لا، مش شرط خالص أتجوزه، يعني ممكن أشتغل معاه. وأحمد يعني أنا بحبه جدا، وهو ممثل شاطر جدا، وده تاني فيلم أعمله معاه، وأنا مبسوطة بالشغل معاه جدا يعني. بس يعني سيب الناس تتكلم، يعني لما ما بيلاقوش حاجة يتكلموا عليها بيتكلموا خلاص. دينا عم بتقدم دور مميز بفيلم عادل مش عادل إلى جانب الفيشاوي. طلع نجمة مشهورة. هو دورها كده نجمة مشهورة، بس يعني أنا مش هي أصلها بتغير أحداث الفيلم، فمش عارفة أحكي لك دورها، ما أقدرش أحكي لك دورها. وإلى جانب هالفيلم في عدة مشاريع دينا عم تتحضر له. هو هينزل فيلم عادل مش عادل، بعديه هينزل فيلم الملكة، خلصته خلاص. ورمضان لسه مش يعني في حاجات بقراها ولسه هرد عليها، لسه مش باين، وبحضر فيلم إن شاء الله هدخله على أول يناير. بالختام دينا عبرت عن أمنياتها لل 2024، إن الدنيا كلها تبقى في سلام وخير، وإن الناس تبقى راضية ومبسوطة بس. بهالليلة أيضا تكرم كل من نبيل عبيد، أنوشكا، أشرف زكي وروجينا، ومي عمر، اللي تسلمت جائزة خاصة عن مسلسل علاقة مشروعة. والله العظيم لو طلعت وفتشت وحسستني الإحساس القذر ده عمري ما هرجع لك. مبسوطة ده انا معاكم النهاردة، ومحمد كمان بيكرم النهاردة على جعفر العمدة كأحسن مخرج 2023. واعتقد هو خد كل الجوائز السنة دي، فعايزة ابارك له جدا، يعني هو كان عامل مسلسل فظيع. ومي كانت وصلت للحفل برفقة زوجها المخرج محمد سامي، اللي استلم تكريمه عن مسلسل جعفر العمدة كأفضل مخرج. استاذ محمد برحب بيك معانا، ونبارك لك على التكريم على جعفر العمدة. يمكن حضرتك الجمهور كرمك قبل المهرجانات، كلمنا النهارده بقى عن تكريمك في الدجة. والله اذا حضرتك الجمله اللي بتقوليها هي جمله محترمه، ان الجمهور هو اكتر واحد ممكن يكرم اي حد. احنا بنشتغل وبنتعب مش عشان بعض، مش عشان احنا زمايل نتباهى قدام بعض او نتبسط قدام بعض، احنا بنشتغل كلنا عشان نسعد الجمهور. وانس ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الواحد ان هو يعمل مشروع او عمل فني يلقى استحسان الجمهور ويحبه الجمهور لدرجة ان هو يتعب ويدخل ويعمل فوتنج عشان يكسب الجايزة، يبقى هو اتبسط قوي، دي اعظم حاجة ممكن تحصل لأي فنان. اهدي الجايزة لمين النهارده؟ اهدي الجايزة لأمي اللي هي ليها فضل عليا، اهدي الجايزة لأبويا، لإخواتي، لمي، لعيلتي اللي هم وبناتي،
دول اللي بيدعموني طول الوقت ودول اللي بيستحملوني طول الوقت، دول العنصر المبهج في حياتي. محمد ومي يعتبر كوب المثالي، والكل بيحكي عن قصة حبهم اللي مش بس بتترجم بحياتهم الشخصية إنما بحياتهم المهنية أيضا. هو أهم حاجة، أنا بحس إن أهم حاجة في العلاقة إن الاتنين يبقوا صحاب، إحنا فعلا صحاب. يعني في عندنا مشكلة بنحكي لبعض، مبسوطين أول ناس بنكلم بعض نحكي لبعض على بسيط، فالعلاقة لما بتبقى صداقة أكتر بتبقى مختلفة. بالعودة للتكريم، ما كانت متوقعة النجاح للشخصية اللي قدمتها بمسلسل علاقة مشروعة؟ يعني كنت حاسة أن أنا عاملة شخصية مختلفة عمري ما عملتها قبل كده. شخصية كانت بعيدة خالص عني، بالذات أن أنا كنت عاملة شخصية أنا في الواقع بكرهها جدا. يعني فكرة أن ست تخطف راجل من مراته ومن بيته، أنا بكره جدا الشخصية دي في الحقيقة. فكنت بواجه صعوبة جدا إن أنا إزاي وأنا بمثلها أتوحد معاها وإزاي بقى شايفة وجهة نظرها، فده كان صعوبتها في الأول. مي أيضا خبرتنا عن تحضيرها لعدة أفلام ومسلسلات بالفترة القادمة. عندي فيلم الغربان إن شاء الله بنصوره دلوقتي، هو فيلم تاريخي. هو أعتقد هيبقى نقلة في السينما، يعني هو شكل ما شفناهوش خالص في السينما العربية قبل كده، فمبسوطة جدا ان انا كنت جزء من الفيلم. مش خايفة من يعني من ردود فعل الناس، خصوصا ان الافلام دي بقى لها كتير قوي ما تقدمتش في السينما المصرية، وبرضو الدور بتقدميه لاول مرة يمكن؟ بالعكس ده انا متحمسة جدا ان الناس تشوفه، لان فعلا في ابهار بصري فظيع لما الناس تشوف. لا يعني هي حاجة ما شفناهاش قبل كده فعلا في الوطن العربي. عزيز الشافعي اللي قدم أجمل الأغاني لل 2023 تم تكريمه كأفضل ملحن. مبسوط جدا بالتكريم، هي مش أول مرة، وسعيد إن أنا موجود في دير جيست كأفضل ملحن 2023. بالمصادفة السنة دي كان فيها أعمال كتير لمطربين لبنانيين، يعني عملت بتمايل على البيت مع نجمة إليسا، وعملت تيجي ننبسط مع نجمة نانسي عجرم، وعملت كمان البغدادة مع جوزيف عطية، ووش الصبح مع لميا جمال. فكان ليا أعمال يعني مهمة في 23 مع نجوم كبار في لبنان ومع نجوم مصر طبعا، نجوم العرب كلهم، وبتمنى إن شاء الله 24 تبقى أحسن كمان يا رب. وبالنسبة لعزيز بال 2023 في أغنية مميزة جدا قدمها بتختلف عن كل شيء قدمه. أكتر أغنية أنا حبيتها والله أبدا لعمرو دياب، لانها كانت مختلفه خالص عن اي حاجه انا عملتها قبل كده، او اي حاجه عمرو دياب برضو عملها قبل كده. اول مره يغني لغه عربيه بشكل دوت، واغنيه كانت مميزه وبحبها انا شخصيا. يعني لكن انجح اغنيه زائد الاغاني طبعا اللي ذكرتهم لإليسا ونانسي وجوزيف ولميا، شكرا من هنا لبكره لعمرو دياب برضو من الاغاني اللي كانت مهمه جدا. والله ما طلبت اهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم امانينا. عزيز ايضا كان قدم اغنيه جديده لروبي اثارت جدل كبير مؤخرا. في 3 ساعات لروبي، 3 ساعات متواصله. شفنا في كومنتس كده اللي هو 3 دقايق و3 ساعات. ودوا الاغنيه في حته حلوه، يا رب ان شاء الله تعجب الناس الاغنيه، يعني زي ما البوستر عجبهم ان شاء الله الاغنيه تعجبهم. من ابرز المكرمين بهالليله ايضا كانوا سوسن بدر وحنان مطاوع وعبير صبري اللي تكرمت عن مسلسل جميله. ايه ده؟ انت بتغير علي ولا ايه؟ مش مراتي؟ يا سلام، ما التانيه كمان مراتك وسايبها على راحتها وما بتغيرش عليه، اشمعنى انا يعني اللي بتغير علي؟ اولا انا سعيده ومبسوطه وفرحانه ان انا بتكرم من مهرجان دير جيست. مهرجان انا بحترمه وبقدره وبقدر القائمين عليه، وبشوف دايما ان هو ما عندوش مجاملات وبيكرم او بيدي جوائز للناس اللي مجتهده او متميزه حقيقي. فرحانه طبعا ان انا بتقدر او بتكرم لنرمين عبد الحميد، الشخصية اللي من وجهة نظري عظيمة جدا وحلوة قوي، وأنا حبيتها قوي زي ما حبها جمهوره أكتر. ومسلسل جميلة ككل، كان مسلسل جميل قوي، وأنا فرحانة وحاسة أن ده نجاح ليا وللمسلسل كله. يعني عبير صبري وأثناء لقاء مع الزميلة رشا عادل حدثتنا عن مسلسلها الجديد حدوتة من سيا اللي راح ينعرض قبل شهر رمضان المبارك، فهل هالشي مخوفة؟ لا بالعكس، أنا أول يعني بقالي كم سنة ما عرضتش حاجة أوف سيزن، فمبسوطة لأن هو مسلسل عائلي وأسري وفي مشاكل كتير حلوة، أم وبناتها وفي حاجات كتير تهم الناس، فإن شاء الله الناس هتبسط بيه. وهو بعيد عن رمضان، يعني إحنا نعرض نص يناير آخر يناير، فهو بعيد. بالعكس أنا بشوف أحيانا أنه
المتابعة برا رمضان بيبقى فيها تركيز أكتر يعني. أما بشهر رمضان المبارك فعبير أيضاً عم تتحضر لعمل خاص. إيه الجديد بقى هنشوفك في رمضان؟ إن شاء الله في مسلسل أولاد الحاج متولي بإذن الله إن شاء الله في رمضان. طب عبير ما خفتيش من فكرة المقارنة بقى علشان دعوة خالص 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 بالحاج متولي، مسلسل الجميل التاريخي العظيم بتاعنا ده، المسلسل ده ملوش علاقة بيه خالص، هو في شخص في المسلسل اسمه متولي بس كده. لختام لقائنا مع عبير كان عندها أمنيات خاصة لل 2024. أتمنى لفلسطين إن شاء الله إن ربنا يعني يلم شمل أهلها تاني ويرفع عنهم البلاء والابتلاء اللي هم فيه ويعوضهم ويصبرهم على الفقد الكبير اللي هم عايشينه. بتمنى لكل العالم السلام، بتمنى لمصر الأمان والسلام ولشعبها يعني على طول بعيش في خير ورخاء وأمان يا رب إن شاء الله. خالد سرحان تكرم عن مسلسل المداح اللي شارك بأجزائه ثلاثة وكشف بعض تفاصيل عن الجزء الرابع. هيدي ملكم أيوه أني صبر المداح. يلا بينا. سعيد جدا المسلسل ده بقى عزيز على قلبي بقى على عشرة والناس بتحبه وده معناه الناس يعني ده تصويت الجمهور ومعناه ان الناس يعني حابة شخصية حسن الشيخ حسن المداح فيعني الدنيا جميلة. المداح يمكن من الأعمال القليلة السنوات الأخيرة اللي شفنا بيواصل نجاحه لحد النهاردة في الجزء الثالث وكمان في الجزء الرابع جاي في رمضان. ايه السر بقى يعني ايه سر النجاح؟ سر النجاح ان هو بيقفل المسلسل الناس لسه ما بتشبعش منه عايزين جزء تاني والمحطات عايزه جزء تاني لان التفاعل عليه عالي يعني. اتكلمنا بقى عن الجزء الرابع وفي مفاجآت بقى ننتظرها. في مفاجآت والجزء الرابع هيبقى اقوى جزء فيه ان شاء الله. مع بدايه 2024 هالجائزه التحفيزيه بتعطي الفنانين دفع للامام لتقديم المزيد والمزيد من الابداع على امل سنتنا الجديده تكون ولاده للانتاجات الفنيه الجيده.